اهلا كيفكم جايز، مره متحمسه على فلوج اليوم. راح يكون كونتنت هاري ستايل، كونتنت اليوم راح يكون فلوج هاري ستايل. اوكي مره متحمسه ما اعرف كيف اتكلم. ففلوج اليوم راح يكون حفله هاري ستايلز الكونتنت حقه هنا بسيدني. مره متحمسه، انا رايحه يوم 3rd of March. فيا تجهز شنطتي وسويت ماي ميك اب على تيك توك، اذا ما شفتوا روحوا شوفوه بعد هذا الفيديو. وايه فبصور باقي فلوج على جوالي لان خايفه ما راح يدخلوني الكاميرا. اوكي فدخلنا شوي للمرج واحنا الحين نطلب اكل. اوكي فقعدت مطر الحين وهذا ما هلا كيفكم؟ تخيلوا تو خلصت. I was just crying كنت توك قاعدة صيح لأن فادني كلاسي بلاتيس. طبعا مو بس عشان كلاسي بلاتيس، أحس كان في build up أشياء كثيرة و missing my class، وإن فاتني كلاسي كان آخر like it was a straw that broke the camel's back. المهم صباحي كان مرة حلو، شفت لويس، افطرت معاها، جيت يعني جاي هنا whatever. It was so nice. بس بعدين اتأخرت من كلاس دقيقتين، والمفروض ما تتأخرين. اتأخرت دقيقتين، حسبت انه عادي they were still doing the stretches. And I was like rushing وكان في زحمة whatever. وجيت المهم هذا it's all excuses. صار اللي صار، it happened, I'm not in the class. I had a good cry, I let it out. الحين ايش بسوي؟ هذا هو الفكرة، ايش بسوي الحين؟ I've already had breakfast. الحين 11. ويا يمكن نروح we get my nails done, make me feel a bit better. نشوف اذا في كتب او ماركت نقدر نروح لنسوي شيء. الليلة مرة متحمسة، صديقتي اما قد شفتوها في الفلوجز بتجي عندي وبنسوي sleep over. فمرة متحمسة اشوفها، من زمان ما شفتها. اظن اخر مرة شفتها كان يوم ميلادي، او يعني يمكن كذا بعد بكم، يعني قبل ما رجعت الرياض. فمره من زمان ما شفتها ومره متحمسه اني اشوفها. ويا انا الحين قاعده بحديقه و I'm trying to like compose myself قبل ما اطلع من الناس. Guys مرة فرحانة، جيت اشتري كتاب عشان like to make myself feel better. وكمان مرة بشهر اشتري كتاب جديد عشان اقراه، لان عندي كتب كثيرة لازم اقراها. فا like okay once a month او مرتين بشهر يمديني اشتري كتاب. ولقيت كتاب لأشهر، امزح يعني من بداية السنة، وبشتري من هالاوثر اسمها دولي ألدرتون. وعندها كتاب اسمه Everything I Know About Love. المهم هذه كتابها الثاني، ما اقدر القى كتابها الاولى يعني بهالاماكن، بس هذا كتابها الثاني وكمان كنت مره ابي اقراه وبشتريه الحين. مره مره فرحانه، I'm so happy الحمد لله. فيا بشتريه وبقراه الحمد لله. هنا من كيفكم؟ فاليوم احد، انا واما قاعدين نتجهز الحين 9 الصباح، نتجهز نروح بلاتيز. فمره متحمسين، انا الحين مسوي قهوتي وهي تبي شاهي فمي ميكر تي كمان. اوكي هلا، فسويت لي ايس لاتي، الحين قاعد اسوي شاهي اما. يا نتجهز بنروح لبلاتيز مع بعض، وبعدين افتر بنروح لبرنش. ف Thank you.
أنا مع أما لسا وهي الحين ترجع بيتها. أنا بعد عشان ما استكان في هنين فبقعد عشان مع ألنا وزوي وما هو متحمسة. أظن المطعم السنية قابل ألنا من حبة ثانية ودك معنا بس يا I'm going fantastic. Yeah. Yeah. أما ما راح تطلع معنا لأن عندها شغل بالصباح وأتوي ترجع بكرة. بس أنا I'm so in sick over كذا معنا في الليلة. اوكي فاليوم بروح امبروف برفورمانس حق بنت خالتي والحين قاعد استنى صديقتي ولد خالي عشان نتقابل قبل ما نروح نشوفها شي برفورمز وبنت خالتي الثانيه بتجي بعدين بس انا عندها كلاس بالي الحين فيا فكنا بنجتمع الحين نتعشى وبعدين بنروح نشوف شي برفورمانس. مره متحمسه اول مره اروح اشوف امبروف صراحه فيا هذا هو قاعد انتظرهم. تخيلوا انا جيت بدري امزح ترى دائما احس اني اقول لكم اني متاخره وات ايفر بس هيك عاده انا ام اون تايم او بدري فانا الحين ام اون تايم بس انهم بيتاخرون كذا 15 دقائق بس عادي. الجو اليوم مره حلو كان مره حر بدايه اليوم كذا 40 درجه سلسيوس بس الحين خلاص it's like so much nicer the sun's beginning to set ويا هذا هو. فترجعت البيت بتروش وبجهز عشان أنام لأن عندي بلاتيس بكرة الصباح لازم أقوم الساعة 5:30 عشان أروح لبلاتيس الساعة 7. أوكي فقبل ما الفيديو ينتهي قد بوريكم بعض الأشياء اللي I've picked up recently. هذا الكتاب اللي شريته بالفلوج وصراحة قاعد خلصته ومرة يعجبني و I don't know I really liked it. مرة متحمسة إني أقرأ كتابها الثاني أحس إنه it's gonna be really lovely. فا إيه مرة فرحانة إني لقيتها وشريتها ومتحمسة أقرأ أكثر من هذه الأوثر. أوكي وشيء ثاني باكج من كيس دفار فهذا هو شكل البوكس كنت بفتحه on camera وبريكم الرياكشن حقي. بسم الله هو عارف what it is بس قلت إني حلو أشوفه you guys. الباكجينج دائما حقهم مرة حلو يعني كذا هدية أو شيء فهم أرسلوا لي إياه. It's so cute. Okay. بوريكم إياه. فهذولي أوكي فهذولي كيسز اللي اخترتهم وأرسلوا لي إياه. It's so cute. مرة كيوت هذولي كذا الديناصورز وهذولي جنود. اوكي فروحت اي سوب عشان كنت ابي اشتري شيء من عندهم وكان عندهم مكتبه مجانا like as part of their marketing campaign وكذا فاخترت هذا الكتاب هو يعني كتاب كذا شعر واحده she's indigenous australian فمن الناس الاوليين حق استراليا وتكتب يعني شعر عن حياتها وما ادري مره عجبني فاخترت هذه وانا so excited ما بديت اقرا بس مرة متحمسة أقرأ وأعطوني like this cute little pouch كنت حلو إني أحط الكتب فيه يعني بشنطتي and everything. فإن شاء الله عجبكم الفلوج وبحاول أنزل فلوجات كثيرة حول رمضان وما أدري أكثر من يعني فلوج مرة بالأسبوع عرفتوا فما أدري أعطوني أفكاركم اكتبوا في الكومنت إيش يعجبكم إيش ودكم تشوفون ويا هذا هو أحبكم باي جايز.